بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم انا سميتي عمراوي حسن وانا شديت واحد السرح نهار 11 في شهر 9 بدا تيسرح عندي سرح عندي الشهر الاول سرح عندي الشهر الجوج دبز مع بنت بنت عمتي هذه اللي تفنت دابا اللي مقطوع على الراس الدبز معه. كانش دبز معها ما كنتش انا نهار فاش دبزو ما كنتش حتى جيت لقيت المدابز راه داس قدامي هي مشات ندير عليها الشاكية وانا لحق الدار قالوا لي مولاي ندير السرح ديالك دابز مع بنت عمتك وانا مشيت عند السرح ديالي قلت لي علاش دابسي مع هاد البنت اش دارت قالك قال اودي بيني وبينها راه مصاحبين شحال هادي انا وياها وعدتني بالزواج وسقت الخبر تمشي مع شي واحد اخر هادشي اللي قال لي مشات هي دارت بها الشكاية دارت السر تافيك الشهادة الطبية اللي تنقولو حنا دفعتها للجدرمية عيطو عليها الجدرمية سمعو لي سمعو ليها هي ايه فاش طلق رجع عندي فاش اخرج من الجدر قلت لها شنو قال لي ودي راه قال لنا راه عندكم الفساد بجوج اش جاب بحال هو هي ايه غاديه بحال هاشو وكان ورجع يسرح عندي كما القاعده راه سيسرح عندي وما عمر من ذاك النهار ما عمر شفتو شي يهضر معاه ما عمر يدخل عندهم كما القاعده حيث في, في اليومات الاولين وقبل ما يدبزو راه الا بغا تسافر تعيط عليه تيديها للسوق الحديه وباها حيت باها مريض الجمعه اللي فات في العشيه جيت عند الكسيبه ديالي دخلت الكسيبه انا والسرح ديالي قال لي هاد الليله ما غاديش نكون قلت له فين غاديش نمشي قال لي غادي نمشي عند اختي نبات عندها كيما تيدير شي اليومات راه شي اليومات تيمشي ليها وخاص ساكن عندي في الدار راني عاطي له الدار ساكن فيها السرح ديالي ساكن في الدار عندي تيتغدى عندي تيشرب عندي. عندي قال لي هاد الليله ما غاديش نكون يا الله انك ما عندي انا ما عنده شي مانع اي واحد اللي يبغى يمشي راه ما عنده شي مانع مشى والله اعلم انا دخل الدري هو مشى ما نعرف واش مشى ديريكت لخته ولا تخبى في شي بلاصه اخرى حتى الصباح الصباح فاش وقت كيما القاعده بغينا نعطيو الكسيبه ديالنا داكشي اللي تنعطيو في العلف والمهم داكشي اللي تنعطي راه فاش ما جاش ما شفتوش انا يجي كيما القاعده في النهار فاش يغبر عليا الصباح تنلقاه في الزريبه جيت انا طلعت على الزريبه ما بان لياش انا بديت نعطي العلف ديالي مع شي واحد ولد ديالي الصغير شي شويه سمعت الغوات ديال بنت عمتي لي, لي حي اللي حيا اللي في السوق لحد بعيشة عندهم يا سات غوتها تقول اختي اختي اختي, أختي راه سمعت الغوات انا رجعت للدار تلاقيت مع المراه اللي قلت شنو عشنو عندهم عشنو عندهم لها طلي شوف اشنو عندهم تما كفا اشنو عندهم اشنو عندهم سمعت الغوات جات لهنا قالت لك راه اختك الاخرى عمتك بنت عمتك الاخرى راه تقطع عليها الراس جينا نشوفو تعرض لينا بوها هز الحجر عندنا هو وديك بنت عمتي الاخرى قالك ما تجيوش عندنا انتم انت تحرشوا السارح باش يقتل باش يقتل بنت عمتكم الاخرى حنا ما بغيناش نزيدوا زادوا الناس الاخرين حنا ما بغيناش نزيدوا توخرنا الله تجي ل... تجي الشرطه يشوفوا شنو تجات الشرطه الله يجازيهم بخير داروا التحريه ديالهم حنا مشينا حتى البلاصه فاش تقتلت ديك خيتي شفنا بالكشاش شفت انا اعلم الله الى الى السالح ديالي اعلم الله الى شي واحد اخر اعلم الله ما قديناش قد نكذبوا ونقولوا هذا ولا هذا السرح ما جاش توقعت الجريمه الصباح الجمعه ما جاش عندي انا جبت التليفون تنعيط عليه ما بغاش يجاوب طفى البورطابل ديالو هذا الشيء اللي تنعرف ما بغاش يجاوب ليومين هذا ما بغاش يجاوب انا ما بقيتش تنعيط له هو ما تيعيط نهار فاش وقعت الجريمه ما بقاش تيبان ما بانش الاثار ديالو والمخزره تيدير التحريه ديالو السرح خبر ما بانش نقول لك قتله ما بانش الا قلت انا قتل بحال الا حضرت كاينه ولا ما كايناش الا قلت قتل بحال الا حضرت شاف التالي تجا تجا الجدرميه جا الشرطه العلميه جا داوني تا شفتها قالوا لي جي تشوف هاد الكوايش ديالك ولا ديالها انا طليت على دوك الكويش قلت لهم هاد الفراش ماشي ديالنا صافي هذا اللي هذا اللي تسمعنا عليه